الله الرحمن الرحيم، باسمك اللهم نبدأ، على بركته نتوكل، منه دائما وأبدا طلب السداد والتوفيق والنجاح. أيها المتابعون الكرام، أيها المستمعون الأفاضل، أجدد الترحيب بكم وبحضراتكم من جديد مع تواصل انطلاقاتنا وتواصل تحدياتنا في هذا المساء الكبير، مع انطلاقات هجن أصحاب السمو الشيوخ وتحركاتها في هذا المساء، انطلاقة شوطنا العاشر الخاص بالحول المهجنات، انطلاقة شوطنا العاشر الخاص بالحول المهجنات 8 كيلومترات، بانتظار هذه الأسماء المشاركة والباحثة عن الفوز وعن الانتصار. أول هذه التحديات وأول هذه الأسماء شعار هجن الرئاسة، من ينطلق بمقدمة الشوط، من يسيطر على نواميس الأشواط الماضية وبكل قوة يحكم القبض على الانتصارات دائما وأبدا. هذا الشعار يقدم لنا هملولة اللي على المركز الأول، وأيضا هملولة على المركز الثاني، هنالك الظافر بالجمايل علي بن جميل الوهيبي متابعا لشعار هجن الرئاسة، بينما المركز الثالث أتابع القادمة حورة، شعار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، طارش بن مبارك بالقوبع من يقدم لنا حور ويتابعها في عملية التضمير، يقدم لنا أسماء مميزة في هذا المساء تنافس وبكل قوة. المركز الرابع الدور دوره والانتقال انتقاله، وصول شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، سعيد بن عبيد بن سعيد بن مروشد من يقدم لنا الحذرة وحذاري من الحذرة اللي انتقلت بكل قوة إلى المراكز الأمامية. الدور دور المركز الخامس، وصلت الشاهينية بشعار هجن الرئاسة لتتقدم مع المستحيل مع راشد بن محمد بالسم المنصوري. المركز السادس أتابع القادمة هملولة بشعار هجن الرئاسة اللي تنطلق على المركز السادس، اندفاعتها وحضورها هناك بتميز من الظافر علي بن جميل الوهيبي حاضرة بالمركز السادس، بينما المركز السابع أتابع الأسماء وأتابع الشعارات القادمة والباحثة عن الفوز، الباحثة عن الانتصار. سابع التحديات الشاهينية بشعار هجن الرئاسة تتقدم مع المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، والمركز الثامن أتابع الثامنة القادمة على ما يبدو لأنها هملولة أو هنالك نعم وصول وانطلاق من شعار سمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان، يقدم لنا زعفرانة على المركز الثامن. والمركز التاسع الشاهينية بشعار هجن الرئاسة مع المجازف محمد بن عتيق بن زيتون، والمركز العاشر ختام هذا النداء هو الانطلاق لهملولة بشعار هجن الرئاسة، عندك يا الظافر علي بن جميل الوهيبي. هذه الأسماء يا من تتابع، هذه التحديات يا من تراقب للعشر المراكز الأولى المنطلقة والباحثة عن الفوز والباحثة عن الانتصار والعودة، العودة والعودة أحمد إلى مقدمة الشوط وإلى صدارة هذه الأسماء، لأتابع الانطلاق الأول، لأتابع هملولة على صدارة الأسماء، منطلقة منفردة بشكل جميل تنطلق بشعار هجن الرئاسة يضمرها الظافر علي بن جميل الوهيبي، بينما الدور دور المركز الثاني انطلاقة وحضور تسللات من الجانب الآخر، انطلاق الشاهينية بشعار هجن الرئاسة مع المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري تجاوز من الجانب الآخر ليكون ثالثا، بينما الرابعة هملولة
الأيام الأولى بشعار هجن الرئاسة تنطلق ويقدمها لنا علي بن جميل الوهيبي. المركز الخامس انطلاقة حور وحضور حور على المركز الخامس شعار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم طارش بن مبارك بالقوبع. من يتابع انطلاقة حور على المركز الخامس. المركز السادس أتابع حضور وانطلاق أتابع هذا الوصول من الحذرة شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم سعيد بن عبيد بن سعيد بن مروشد. من يتابع انطلاقات الحذرة ولكن جاوز يلي بتجاوز روح يلي بتروح. وصلت الشاهينية بشعار هجن الرئاسة لتنطلق هناك بانطلاقات المجازفة الكبيرة والمميزة لتكون وتحتل في هذه اللحظات سادس المراكز. اللي بالمركز السابع الحذرة الحذرة بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم اللي تنطلق ويتابعها سعيد بن عبيد بن مروشد. من يقدم لنا الحذرة على المركز السابع. المركز الثامن أتابع الأسماء الحاضرة أتابع الأسماء القادمة أتابع الأسماء التي بدأت تتحرك من المراكز الخلفية. اللي بالمركز الثامن الشاهينية بشعار هجن الرئاسة تنطلق مع المجازف تنطلق مع هنالك محمد بن عتيق بن زيتون هناك بشعار هجن الرئاسة. والتاسعة والعاشرة أيضا كلهن الشواهين اللي ينطلقن بشعارات هجن الرئاسة مع المجازف. هذه الأسماء اللي تتابعون هذه الأسماء اللي هناك تلاحظون على المراكز العشر الأولى. هناك يا من تتابعون من أمام الشاشات ويا من تستمعون عبر الأثير FM العشر الأسماء الأولى المنطلقة والباحثة عن الفوز. عشرة أسماء تتواجد هنا في هذا الشوط منطلقة بكل قوة تندفع إلى الصدارة هنا مع اقترابنا لجسر العبور وانطلاقنا المميز. انطلاقة رئاسية كبيرة انطلاقة رئاسية كبيرة مميزة على المركز الأول. المستحيل استلم زمام الأمور لينطلق بهذا الشعار الكبير بشعار هجن الرئاسة لينطلق على مقدمة الشوط بحضور الشاهينية راشد بن محمد بالسم المنصوري. ولكن هملولة هملولة قادمة بكل قوة. الهماليل تظهر بصورة جميلة في هذا المساء مبشرة بالخير لكل المتابعين هناك وجماهير هذا الشعار. إذا صدارة الشوط هملولة صدارة الشوط هملولة الانطلاق الأول والاندفاع الأول هملولة هملولة على صدارة الأسماء. هنا تنطلق بشعار هجن الرئاسة تنطلق بشعار هجن الرئاسة. عندك يا الظافر يا علي يا بن جميل يا الوهيبي هناك من تنطلق على صدارة شوط ظافر يا أبو الجمايل ظافر. المركز الثاني يتابع حضور هملولة حضور هملولة حضور هملولة وانطلاقها بشعار هجن الرئاسة اللي تنطلق على المركز الثاني أيضا بحضور الظافر. المركز الثالث وصل وانطلق هنالك شعار هجن الرئاسة أيضا لينطلق مع المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. والمركز الرابع اللي وصلت على المركز الرابع بشعار هجن الرئاسة تنطلق هنالك الشاهينية أيضا مع المجازف على المركز الرابع. الخامسة هملولة المركز الخامس وتابع حملولة وانطلاقها بشعار هجن الرئاسة. عندك يا علي بن جميل الوهيبي والسادسة السادسة وصلت حور بشعار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم طارش بن مبارك بالقوبع. من يتابع هذا الشعار وانطلاقاته وصلت الأسماء وبدأت تتحرك هناك خلف الست المراكز
المراكز الأولى، ولكن خلوني بعود إلى المقدمة، بعود إلى صدارة الشوط، بعود إلى شعارات هجن الرئاسة المسيطرة وبكل قوة على المراكز الأمامية الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة. يا سلام يا سلام يا سلام على شعارات هجن الرئاسة تسيطر على المركز الأول، تسيطر على السبع المراكز الأولى. انطلاقة وحضور في هذه اللحظات شعار هجن الرئاسة اللي ينطلق على المراكز الأمامية باختلاف المضمرين، الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الخطير الكبير، وهجن الرئاسة، هجن الرئاسة منطلقة مع الفوز، منطلقة مع الصدارة، منطلقة بهذا الأداء وبهذا المستوى الكبير. اختلف المضمرون ولكن الناموس واحد والفوز واحد، والله واحد. انطلاقة كبيرة، انطلاقة مميزة، هملولية جميلة كبيرة هناك مع الظافر علي بن جميل الوهيبي. روح يا ابو سعيد، روح روح يا ابو سعيد، روح. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. هنا هجن، هجن الرئاسة، هجن الرئاسة وعزبة الظافر بالتحديد تبشر بالخير، تبشر بالخير، تبشر بالخير. يا وجه الخير يا الظافر، روح بالانتصار، روح روح بالفوز، روح. انطلاقة شعار هجن الرئاسة، الرئاسة على الفوز، الرئاسة مع الانتصارات. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. الحمر الحمر الحمر، الرئاسة وهجنها، الرئاسة ومقاتلاتها. سلام لهجن الرئاسة، سلام سلام لهجن الرئاسة، سلام سلام لرجالها، سلام لمشجعيها، سلام لمضمريها، سلام لعشاق هذا الشعار الأحمر الكبير. فوز هملولة، هملولة 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 الظافر مع الفوز. سلام 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 الأول والثاني والثالث، كلهن الهماليل بشعارات هجن الرئاسة مع الظافر علي بن جميل الوهيب، والمركز الرابع شاهينية بشعار هجن الرئاسة مع المجازف محمد بن عتيق وزيتون الأميري، والمركز الخامس وصول هملولة بشعار سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والمحترف جمعة بن عتيق بن جمعة الرميثي. تهانينا والناموس والتوقيت الزمني في هذه اللحظات. توقيت الزمني لحظات وصول هملولة 12 دقيقة 37 ثانية 4 أجزاء من الثانية. كانت لحظات وصول هملولة صاحبة المركز الأول تزاحل الناموس بشعار هجن الرئاسة مع الظافر علي بن جميل الوهيبي، والمركز الثاني. لحظات توقيت الزمني على المركز الثاني ليتابع الانطلاق أيضا هملولة بشعار هجن الرئاسة، وهنالك الظافر توقيتها الزمني الثانية. مع الشهادية 39 ثانية 7 أجزاء من الثانية، بينما المركز الثالث أيضا هملولة لحظات توقيتها الزمني بشعار هجن الرئاسة 12 دقيقة 39 ثانية 9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.